كاين عدد ديال المشاكل وكتدخل المشكل ديال المقاوله الناشئه والمقاوله الصغرى والمتوسطه. هاد الشباب ولا انطلاقه بالضبط انطلاقه 67% صحات ديال الابناء والابناء 67% ديال الشباب اللي استفدوا من الانطلاقه ما قدوش يربطوا ديالهم. كنا غنحلو في مشاكل داكشي علاش كنشتغلوا عليها، كنا غنحلو في مشاكل علاش هاد الشباب لازمنا بقوه انطلاقه يبقى له مشكل حياته كامله. وقبل ما نكملوا من داعم انطلاقه قلنا اجي نوقفوا شويه ونشوفوا اش كاين، شنو خاص هاد الشباب، اين المواكبه خاصها، علاش انطلاقه باش نعطيو الشباب الفرصه باش يديروا المشروع ديالو. الدوله كتضمن الوضع، كتقول لها القرض انا ضامن عطيه الشباب يخدم مزيان، ولكن كيبقى خرب كيبقى سلف. الشاب محمس كيبغي يدير شي حاجه، كيبغي يدير شي مشروع، بعض المرات هاد المشروع ما مدروش، ولكن بعض المرات الباقه كتقول ما مدروش، كانت كتقول ما مدروش ما مدروش، ولكن عندي الضمانه ديال الدوله عطيه. وكنمشيو للمشاريع اللي ما عندهمش المواكبه وما عندهمش حظوظ النجاح، اش كيوقع؟ ماشي المشكل الدوله غتخسر هذه الفلوس غتعطي الضمان البنك، المشكل ان 20% ديال ذاك القرض كيبقى على عاتق ذاك الشاب اللي ما عندوش، كيبقى مسبوع حياته كامله ودخلتيه في افلاس من حياته. هذه المسؤوليه ديالنا وخاصنا نعاونوا نعطيو الانطلاقه الامكانيات باش هاد الشاب ولا هاد الشابة المقاول ما يخرجش على حياته، كيتعلم يدير مشروع وتعطيه الإمكانيات ويبقى واحد فيه. هادي مسؤولية، هادي مسؤولية كنشتغلو عليها باش نديرو دابا اليوم المواكبة دابا والتقدير اللازم. هاشي البنوك اللي كنتو باش نكملو، كتعرفو مستشار ديال الرئيس ديالكم ولا على رأس بنك، كاين ولا ما كاينش؟ آمين الشهر، تعرفو كاملين ياك؟ أولوية اللي تعطاتو كتبقى متابعة للوزارة هي يشتغل معاها، يلا خد الرخصة هذه واحد الشهر باش يشتغل مع المقاولة الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، وهذه هي الأولوية ديالو، وإن شاء الله غتكون عندكم البنكة ديالكم اللي غتكون